الفيديو تاع اليوم راح نتعلموا فيها زوج صوالح، يعني عصفورين بحجر. وسائل النقل نقولوا means of transport: the plane الطائرة، car سيارة، the train القطار، the bus الحافلة، the helicopter الهليكوبتر أو الطائرة المروحية. الحاجة الثانية نتعلموها هي استعمال in or on اللي معناتها في الطائرة في السيارة. في اللغة الإنجليزية عندنا واحد العفسة، إلا تبقى قاعد برك ما تقدرش توقف في هذه وسيلة النقل، ما تقدرش توقف ما تقدرش تمشي، راح نستعملوا in، وإلا تقدر توقف وتمشي نستعملوا on. دونك the plane الطائرة نقدر نمشي فيها، إذا كي نقول لك في الطائرة نقولوا on the plane. السيارة the car ما نقدرش، إذا وبالتالي راح نستعمل in the car. The train القطار نقدر نوقف ونمشي، إذا راح نقول on the train. The bus الحافلة نقدر نوقف ونمشي فيها، راح نستعمل on the bus. The helicopter قولوا لي نتوما الإجابة تاعكم في التعليقات.